طيب، هذه الآية قسمت ظهر هؤلاء وهؤلاء، الوعيدية والمرجعة. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن في ذنوب يلقى العبد ربه، وإن شاء الله غفر له. يعني عند هؤلاء الوعيدية بأن مغفرة الله تتوقف يوم القيامة، ما يغفر الله لأحد، خلاص. كل واحد مات على معصية يعذبه الله بمعصيته ويدخل جهنم ولا يأخذ منه. حتى المعتزلة يقول: يجب على الله أن يعذبه، يجب عليه، أو يجب على الله أن ينفذ وعيده، خلاص عصى الله، لازم يجب عليك يا رب أن تعذبه ويدخل جهنم ولا يأخذ منه. معنى ربنا جل وعلا يقول إيش؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذه الآية قسم الظهر هؤلاء وهؤلاء. طيب، هذا واضح قسم الظهر إيش؟ الخوارج الوعيدية الإباضية. إيش يقولون من كلامهم؟ يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن تاب. لمن تاب؟ حتى الشرك من تاب ها يتوب الله عليه ويغفر له. الآية قطعا مقصود بإيش يا إخوان؟ من مات على الشرك أو مات على المعصية، فإن مات على الشرك فإن الله لا يغفر له، وإن مات على معصية دون الشرك فإنها إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. أما إذا المراد ويغفر ما دون ذاك لمن يشاء للتائبين، أصلا التائب من الذنب كمن؟ لا ذنب له. وحتى المشرك لو تاب من الشرك لتاب الله عليه. قال جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سر. يعني واحد كافر ودخل الإسلام يعذبه الله يوم القيامة؟ لا يغفر له، ودخل الإسلام والإسلام يجب ما قبله. فقطعا الآية هذه المراد بها من يموت على الشرك ومن يموت على المعصية. فمن مات على الشرك فإن الله لا يغفر له، ومن مات على المعصية دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب، كيف تكون هذه الآية رد على المرجئة؟ قال: لأن الله عز وجل قال بأن هذا المرتكب للذنب اللي دون الشرك ما زال هو إيش؟ فيه مشيئة الله. يعني مشيئة الله يعني إيش؟ قد يعذبه وقد يعفو عنه. فلو كما تقولون أيها المرجئة بأن لا يضر مع الإيمان ذنب وارتكب مهما فعلت، لما قال الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكما قال لمن يشاء يعني سيشاء الله فيغفر لمن شاء، ويشاء الله يغفر، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء.